تعرف شنو هي الدخله نتاعك اليوم. إيه دونك انا اخترت العنوان للباطل جوله وللحق دوله. هذا كلام ينسب الى علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. الباطل المورس على راديو ماد والحق ظهر اخيرا. يعني جبدنا الموضوع هذا سابقا بطريقة أو بأخرى عندما مارس علينا المدى حسن زرقوني هرتقته وزندقته الأرقامية إن صح التعبير، وبوأنا مراتب لم ترق لمستمعي راديو ماد أكثر مما لم ترق لنا أحنا. حسن حطنا قال 45 ألف هم اللي في ديال نتاع راديو ماد، خرج الأرقام عنده تقريبا جمعتين أو خنقوله شهر، لكن قبل الشهر ذاك قبلها بشهرين ستدير من التاريخ هذا ثلاثة شهر التالي قال لي أنا رو راديو ماد عندها 45 ألف ديال، يعني مسافة متاع شهرين لا زاد حتى واحد لنقص حتى واحد، دونك حتى الأرقام سي غير قابلة للنقاش. خنقول أن الحق جاء أنا منذ بضعة أيام من شركة ميديا سكان. هذه الشركة مش لأن هي بوئتنا المرتبة التي نستحق المكان الطبيعي متاعنا، لأن هذه الشركة معروف عليها أنها رصينة وذات مصداقية، وحتى ما نسب لها جزافا مؤخرا من أحد المؤسسات الإعلامية قام يعني صاحبها بالتصريح لتفنيد ما نسب لها. وقت خرجوا مقال السلطانة قسم تقسم حبك درباني ونسب إلى ميديا سكان، صاحبها ما كانش موجود في تونس، كي جاء قال أنا لم أصرح ولم أقم بإصدار أرقام ما ثماش منها، وبالتالي ما نسب إلي باطل. والشركة هذه معروفة بالتوازن متاعها، خرجت أرقام بوئت راديو ماد المرتبة الثانية على مستوى الوطن القبلي. هذا اللي كنا ننادوا به ديما، نقولوا قارنونا بالإذاعات الجهوية أو قارنوا الإذاعات اللي يوصل صوتها للوطن القبلي قارنونا بهم في المساحة متاع الوطن القبلي. أنت إذا كان الوطن القبلي فيه تقريبا مليون ساكن وتجي أنت بنسبة 12% ستدير 120 ألف في ديلك أنت، دونك شوف أنت هنا 45 ألف ومن هنا 120 ألف، هذه أرقام به. كيفاش نقرأوا هالأرقام هذه؟ ما أنا متأكد منه هو أنه 45 ألف عملناهم في العام الأول هذا من التحصيل الحاصل، على الأقل بما أتوفر عليه من خبرة ومن دربة بالقطاع المهني بالقطاع الإعلامي. أنا كي نحل لاين كي نشوف لاين بتاع جريدة نعرف قداش باش تبيع. أوكي، يعني أنا نعرف ما يناهز في الجمهورية التونسية 5700 حماس نعرفهم بيرسون، لأن ذيك خدمتي نتعامل معه، نعرف المطبع ونعرف الروتاتيف نعرف أشياء هذه. كيفاش تعرف أنت أنه برنامج تلفزي ناجح أو برنامج إذاعي ناجح؟ برنامج تلفزي لازم يتوفر على معطيات كبيرة، هو التصور وأيضا المنشط متاعه يلزم يكون عنده القبول وعنده ما يتسمى بالقدرة على التخلص ويكون محضر درسه ويكون عنده ستاف به، والتلفزة تكون مبيوعة والصورة تكون جميلة. ثم برش عوامل تتداخل والتوقيت مهم. بالنسبة للبرنامج الإذاعي الكونسيبت والصوت هل هو اللي يوصلك مريح أو لا، وهل أنه المنشط ذي عنده ثقافة وقادر على تذليل المعلومة باش نجم يوصلها للمستمع ولا لا. هذه الأشياء كانت متوفرة في راديو ماد. احنا عنا شبكة خنقول ستابل، شبكة غير مرتبكة وغير متحولة تحول سلبي. إذا كان ثم ما يمكن ورتقه أحيانا فهذه من متطلبات العمل، والاجتهاد يكون دبعا يعني من داخل أي برنامج. الصداع متاع النجاح متاع برامج راديو ماد أنا أعيشه بشكل يومي، منشني باش نحكي على لم وقول خلي يقولوا شاكروا نفسه يقرئكم سلام، ولا باش نحكي عليها لأنني أشكر نفسي ونشكر في شاكر، وأنا معروف إنسان مغرور عجبتني روحي وما حاشتيش باش واحد يقولي راني معجب بيك. كل الفنانين الفاعلين والقيمة جاءوا تعديوا براديو ماد، كل السياسيين على اختلاف مشاربهم تعديوا براديو ماد، كل يعني المجتمع رجالات المجتمع المدني تعدي براديو ماد. الصورة الأولى اللي طبعت في ذاكرة مستمع راديو ماد هو أنه المادة الإعلامية اللي نقدموها مادة محترمة، ما هيش مادة متاع بوز. بوز يعني أسهل حاجة عملناه 15 و20 سنة التالي، وشاكر يعرف الشيء هذا، وكان تويك عنا تجربة في التاريخ قصيرة متاع بوز، ضحك الحكاية. دونك ثقافة البوز بدأت تتنحى من ذاكرة المشاهد، وأكبر دليل تقلص نسبة المشاهدة بتاع قناة الحوار التونسي المبنية أساسا على البوز.
دونك وتقلص نسبة المساهد الاستماع لبعض البرامج مبنية على التهريج. اليوم سبت البارح جريدة لانوار الصحفي الكبير والقدير الماتريس ميدا قاعد أقول نقد لاذع لبعض البرامج التافهة اللي موجودة في البلاج متاع لابريميدي اللي موجودة في نفس توقيت البرامج هذيكم كل المنوعات الترفيهية تقريبا في كل الإذاعات موجودين غاديك. الماتري سميدة توجه بنقد لاذع لبضع البرامج ما جاش على البرامج الموجودة في راديو ميد لأنه على الأقل نحن نحترم المشاهد متاعنا. ماذا أقول هنا؟ المستشهر والمستمع يجب تكون عنده ثقة كبيرة في راديو ميد لأنه اعتمدنا صحافة القرب، اعتمدنا المصداقية، واعتمدنا أيضا الحرفية لأنه الخلطة الاجتماعية الموجودة في راديو ميد تنبني على الخبرة وتنبني على الطموح. أقول أيضا أنه الوصفة الاجتماعية وهذه على عهدتي، راديو ميد من المؤسسات العالمية القليلة اللي ما فيهاش تجاذبات اجتماعية. أنا كل أصحاب المؤسسات الإعلامية التلفزية كانت أو إذاعية تقريبا أصدقائي وأتواصل معهم بشكل دوري. احنا ما عندناش المشاكل الموجودة في المؤسسات الأخرى والحمد لله، وهذا يكون أرضية مهمة لتقديم الإضافة. دونك احنا 12% في الكابون فقط، ما نحكيوش على العاصمة، ما نحكيوش على زغوان، ما نحكيش على سوسة، ما نحكيش على الأماكن اللي تحاذي وتلاصق الكابون، أعتقد الرقم أكثر. دونك هذه رسالة لذوي الألباب من أصحاب الأرقام التي تتقاطر سما وتتقاطر جيفة وتتقاطر طمعا في أموال الغير بحق بغير حق. دونك وهذه أيضا رسالة لأبناء الدار باش يكونوا على يعني قدر المسؤولية لأنه الوفاء للمؤسسة والمؤسسة الخاصة، وأنا ولد مؤسسات خاصة ونعرف شو معناها مؤسسة خاصة. مؤسسة خاصة الانتماء لها ما يكونش انتماء عفوي، يكون انتماء عضوي. طبيعي جدا الكلام هذا يتقال لأنه كما قلت أنت المشكلة الحقيقية نرجع ونقول اللي ما فماش هيكل رسمي هو اللي يعمل عمليات السونداج وعمليات. أنا أطالب الهيكل الشيك الهيكل خرجتك نهار بليغ قلت لك معاش تخرج، قلت لك أنت يا شريكة يا فلتان يا حسن زرقون يا زيدي عمر ما تخرجش إلا ما يطلبوا منك، أنت تخرج وحدك يا أخي قايم فيها لذين أخويا ما نشنا كونتركس أحسن، أما أخويا أحترم القانون ألعب بالأرقام كما تشاء أما أحترم القانون واحترم جهد وعرق ناس قاعدة تعب وتخدم. على كل حال الناس تعرفوا هذاك الحاجة الباهية أنه تعرف قيمة الراديو والتلفزيون وتعرف الناس شنو اللي قاعد يتعدى وأنه اللي عنده نسبة استماع. أنا لا والله وصلنا يا سمحني يا شاكر ولا والله وصلنا يا منال أنه وصلنا نرفضه أنا وإلا شاكر في أنه فنانين لأنه مراتي يحبوا يجوك كل مع بعض نعرف التوقيت وقتاش فنانين يظهر وقتاش ما يظهروش، واحد يعرف سنة كاملة يفصلها نعرف نفصله تويكش ثم في السيف ثم نعرف الحكاية كل بالضربة والتنكونسيم وحتى الاسامي تبدأ موجودة. وصلنا أنه تعرف وليد تعرف عندك شهر القدام شكون باش يجيك علاش لأنه يقول لك أنا نحب نمشي المادة محترم وكي عندهم حتى لافون بريمير في المادة متاعهم كل سواء مسرح ولا سينما ولا حاجة يعني حط في البلانينج متاعه راديو ميد من ضمن 3-4 أفضل إذاعات. هذا هو الكلام قدامي حتى غدوة كان باش يجينا واحد وفي آخر لحظة شقلنا له شكل ومنين كان باش يجي من الكيف اللي هو عبد الرحمن الشيخاوي اللي لام قال شنو معناه تستدعوا الناس الأخرى ما تستدعونيش خاطر هو مش موجود قدام عينين ورفضنا قلنا له روح عنا عباد وتسيتيرا دونك خليها بحول الله لا سومان بروشين أو لابري.